سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف الف خير. كنتمنى تكونوا بصحه جيده، اموركم هانيه. كنتمنى ان هذا الشهر المبارك يدخل عليكم بالصحه والسلامه والعفو وراحه البال يا ربي. مهم كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله روتين جديد. مهم واحد الروتين قبل من قبل ما المهم روتين ديال نهار الجمعه والسبت ان شاء الله رمضان. المهم كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم البرايوات، نشارك معكم بسيطلات معمرين بالحوت اللي صراحه كيجيو زوينين. المهم هنا عندي واحد الكيلو ونص تقريبا ديال سيبيا. المهم سيبيا نوع من انواع الحوت البيضاء. المهم درتها في كوكوت كيف ما كتشوفوا. المهم هنا راه مصيبه مقاده، درتها في كوكوت وغادي ندير عليها هاك واحد جوج كيسان ولا ثلاثه تاع الماء. صافي. وغادي ندير واحد الاوراق ديال البادين، حبات ديال البادين. المهم البادين راه داير بحال النجيمه تاع البنات. المهم اطلق هذيك النسمه ديال ديالو. وغادي ندير واحد جوج اوراق سيدنا موسى. وغادي ندير طريفات ديال الحامض. صافي. وغادي نسد عليها الكوكوت واحد 5 دقائق. الا فتنا 5 دقائق في الطياب يعني راه تتقسح ما تتبقاش زوينه. صافي. وغادي نسد عليها الكوكوت حتى طيب ليا هاد سيبيا. عاد فاش نرجع معكم باش نديرو لادانت. صافي البنات، هنا كيف ما شفتوا غادي ندير وريقه ديال سيدنا موسى وواحد طريف ديال الحامض. صافي، وريقه ديال سيدنا موسى ونسد نسد هكا الكوكوت. نسد الكوكوت كيف ما قلت لكم واحد 5 دقائق. صافي ونحل عليها. المهم بنات غادي، المهم انا راني مصيبه الربيع وغادي ندوز باش نقطعو. الصراحه هاد الاله نفعتني بزاف. المهم كانت نيه للربيع وزوينه يعني فرمشت عين. المهم بصراحه نفعتني. كي كتقول ماما مني هاكا تكون شي ماكينه وسميتو كتنفع، كتقولها غير الحويدقة. المهم انا راه غادي نقطع هاد الربيع كامل. المهم هاد الربيع اللي فيه الشبكه راني غادي نديرو هكا في، المهم في طحنه وحده غادي نطحن ونبقى نزيد حتى نطحن يعني الكميه كامله اللي عندي. صراحه البنات ما نعاودش لكم عليها، راه زوينه. صافي غادي نكمل التقطيع تاع الربيع. كاين المهم انا كيعجبني بعض المرات نقطع غير بدك غير بالموس عادي. بعض المرات هاكم اللي كيكون كتير صافي كندير هاد الماكينه. صافي كيف ما شفتوا انا راني درتو كامل في دقه واحده يعني غير كيطحن هكا كيبدا يطحن وندير الكميه كامله. غادي نطحنها وغادي نزيدها هكا في بلاستيكه، نزيد البنات في البلاستيكه ونكمل نطحن هذاك شويه الكرافس. عاد فاش غادي ندوز باش نصايب الشرموله ديال البسطيله ديالنا. المهم كيف ما قلت لكم كنتمنى الفيديو يعجبكم وكنتمنى انه يكون خفيف ظريف على قلوبكم. المهم شوف الكوزينه راه دخلت لها نقيه شويه شويه ترون. المهم كان بغيت ندير شي حاجه صافي الكوزينه كامله كتقلب سبع على لا. المهم ما علينا. صافي غادي نحيي نوصل يديا نحيد هاد الاله. المهم غادي نقطع بها الكرافس، حتى الكرافس البنات راه كتقطعهم زوين يعني كتنيلو. وغادي ندوز باش صافي غادي ندوز باش نصايب الشرموله فيها نيت يعني. غادي نحيد من الربيع وندير البصله ونقاد الشرموله ديال البسطيله باش غادي نشرمل الشعريه الصينيه ونشرمل الحوت ونشرمل حتى داك لادن. المهم هاد الكرافس غادي نديرو بوحدو في هكا في واحد البلاستيكه. وهنا البنات المهم خديت هذيك مطيشه سوغيز ديك الصغيوره وغسلتها وسلقتها. صافي طحنتها
ومني طحنت البنات صفيتها من الزريعة ومن ديك داك الجلوف ديالها اللي تتكون فيها. وغادي ما عرفش شحال حيت الشمنطه اللي تقدر، ما تقدر تكون شي 2 كيلو. غادي نقسمها على 2 الميكات كيف ما شفتو، غادي نقسمها على 3 البنات. غادي ندير 2 بلاستيكات، والثالثه غادي نخليها غير في السطله وندخلها الثلاجه حتى غدا ان شاء الله. وغادي نوجد بها الحريره. صراحه البنات المهم بحال ما طيشه وربيع ما فيها بس، الا درناهم في الكونجيلاتور. انا البنات غادي نكمل هذه الروينه ونحيد هذه الموينات ونرجع معكم ان شاء الله. المهم بنات خديت 1 2 بصلات، 1 2 حبات ديال البصله كما كتشوفوا. اللي المهم الا ما عندكمش هاد الاله ديروها البنات في الحكاكه وحكوها. صافي درت واحد تقريبا 5 دراس حتى 6 ديال الثومه، لان عندي الثومه هكا صغيره. وصافي وغادي نطحن هادشي كامل. عاد فاش غادي نزيد عليها البنات العطريه، نزيد عليه العطريه، نزيد عليه الزيت، ونزيد عليه صوص صوجا او لا صلصه المحار. المهم ما عنديش صلصه المحار، درت غير لا صوص صوجا. وهنا معاكم ان شاء الله. صراحه هاد البسيطلات كيجو زوينين، كنتمنى انه ينال الاعجاب ينالوا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. صافي كيف ما شفتوا غادي ندوز باش غادي نحل هكا هاد القريعه ديال لاصوص الصوجه ونكمل معكم يعني المقاد. صافي هنا كيف ما شفتوا حطيت القريعه ديال العطريه، وحتى تشعلي الصينية البنات سلقتها. المهم دجاج قطعته و سيبيا حتى هي قطعتها، انا نوريكم كيفاش جات. غادي ندوز باش نصايب الشرموله ونردها تشحر واحد 3 دقائق حتى 5 دقائق البنات، غير يتخلطوا لينا المقادير كاملين مع بعضياتهم وصافي. المهم غادي ندير واحد المعلقه ونص ديال الكمون، واحد 2 معالق ديال الخرقوم البلدي، غير معالق صغار البنات، واحد 2 معالق ديال التحميره، واحد المعلقه ديال سكنجبير غير وحيده. وغادي ندير البنات البزار واحد المعلقه، واحد المعلقه ديال عطريه الحوت يعني واحد المعلقه صغيره، وشويه ديال الحار فلفله حاره. صافي وغادي ندير شويه ديال الهريسه البنات، اللي ما بغاش الحرور ما يديروش. المهم بنات في الاخر زدت واحد الطريف ديال الحامض اللي طحنته، وهنا غادي ندير هذيك الصلصه الصوجه. غادي ندير البنات 2 معالق كبار، 2 معالق هكا عامرين. وغادي ندير تقريبا 1 الكاس ديال الزيت البلديه، ومليحة البنات. وغادي نطحن هادشي كامل. المهم هاد الشعرية الصينية غادي ندوز باش نديرها في واحد الشبيكه ونخليها تسخطر. المهم انا ما درتش لها الماء طايب، يعني الماء غير دافي وراها طلقات. صافي غادي نطحن ونمشي نجيب واحد المقيله.
صافي ونديرها في يوم ونردها فوق ربطة الشحن. المهم بنات نسيت الربيع، درت واحد جوج معالق، جوج معالق هكا تقريبا عامرين ديال قزبر ومعدنوس. صافي وغادي نطحن هكا واحد شويه ونحطها ونديرها هكا في مقيله. امسح يديا ورجع باش نطحن. صافي البنات بعد ما طحنت كل شيء درت هكا في مقيله. شوفوا صراحه واحد الريحه طالعه من هاد الشرموله زوينه البنات، المهم الشرموله ديال الحوت. صافي غادي خديت واحد الطريف ديال الفرماج احمر، وغادي نجيب واحد الطريف ديال الموتزاريلا، وغادي نزيدو على الحوت. المهم هذه الشعريه الصينيه اللي قطعت كيف ما شفتوا. غادي ندير فيها واحد كمية ديال ديك الشرموله. هذه سيبيا البنات كيف ما شفتوا. وهذا طيب هذا لادنت كيجي بحال الحوت، شفتوا يعني كيجي بحال بحال مطيب الحوت، يعني معمر هاد البسطيله غير بالحوت، ماشي زعما دايره فيها لادنت وسيبيا. صافي المهم انا خديت واحد 21 درهم ديال الفرماج حمى، قسمته على جوج. قسمته على جوج، غادي ندير نص دابا ونص غادي نخليه هكا حتى المره اخرى. شوفوا البنات ما ثماني تير نص ديال الشرموله غادي نقسمها على جوج المرات. نص درتو داك الحوت وسيبيا، وانا كنخدم غير بيدي البنات الحوت والعدان، ونص الاخر درتو الشعريه. صافي غادي نشرمل ديك الشعريه ونشرمل الحوت. صافي عاد فاش غادي نخلط كلشي ونزل الفرماج. صافي حتى ديك الشعريه غادي ندخل فيها داك الشرموله. صافي حتى الاخر، وغادي ناخذ واحد الطريف ديال الفرماج موتزاريلا والطريف ديال الفرماج حمر، ونخلط هكا داك العناصر كامله. صافي البنات كيف ما شفتوا، انا راه حكيت الفرماج الاحمر وحكيت الموتزاريلا،
هي، وغادي نحاول انني ندخلها، نحاول انني ندخل البنات في هذا الخليط. صافي هذا ما كان. المهم ندخل الموتزاريلا والفرماج ونرجع معكم. المهم بنات كيف ما شفتوا، يعني مني بديت دابا كنعمر، راني وجدتها كوب سيتلات كيف ما كتشوفوا، وغادي نوريكم الطريقه ديالي كيفاش كنعمرهم. صراحه كيجوا زوينين، ويعني تجي هاكا الحشوه مجموعه. كناخد هاكا الورقه، المهم بنات كيف ما شفتوا انايا راني بديت كنعمر هاكا بسيتلات. شوفوا المهم غادي نشارك معكم ان شاء الله. كناخد الورقه كنقسمها على جوج، وداك النص كنقسمه تاني على جوج، يعني الورقه كنقسمها البنات على اربعه. كناخد هاكا هاد ال عندي هاد الاطار دائري، وكندير حشوه، وكنحاول انني نقادها، يعني ندير طريفه ديال الحوت وندير سميتو ونقاد ديك نبرك عليها هكا نقادها عاد فاش نبدا ندير الدقيق ونبدا هكا نلوي في. راكم عارفين راه كلشي تبارك الله كيعرف يصايب بسطيله. وغادي ناخد الطرف الاخر ونخليها هكا تجي نمس على برا ونقلب صافي. وغادي نرجع الاطار لتحت وندخل ديك هذيك الدائره اللي عم هذيك البسطيله صافي. وغادي نبدا هكا كيف ما شفتوا، نبدا هكا نلوي باش تجيني البسطيله ديالي زوينه وتجي منظر ديالها رائع. صافي وغادي نبقى هكا نبرك عليها. هي البنات البسطيله ديالي واجده. تقدروا انكم ديروها يعني بسطيله كبيره الا بغيتم من طبيعه الحال. صافي هذا ما كان، وغادي نعاود معكم وحيده اخرى. شوفوا البنات هذه جات هكا على شكل وريضه. المهم انا حتى هي غادي نشاركها معكم. المهم كنتمنى ان الفيديو ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم، وصراحه كيعجبني هكا نصور ونشارك معكم وصفات. المهم سمحوا لي لانني غبرت عليكم بقيت حطيت والو، والله البنات راه غير الظروف والعيا والتخمال، وراكم عارفين ان يعني بنادم خصو هكا من يقرب العواشير ولا. المهم راه حنا كنشقاو ديما وكنخملو ديما، غير هو هكا مره مره نديرو داك التنظيف العميق، وباش هكا حتى ملي كنديروه كنرتاحو كتجينا واحد الراحه نفسيه زوينه. صافي هنا كيف مشيتو انا عاودت معكم وحيده اخرى، وغادي نبقى هكا نجمع، ومن الاحسن اننا نخلو الورقه هكا الملسه على برا. صافي هنايا راني ساليت، ونعاون هكا بالدقيق صافي، ونمشي نجلس البنات حتى نعاود معكم وحيده اخرى على شكل وريضه كيف ما قلت لكم. وغادي نمشي البنات نمشي هكا نجلس وندير كريسي ونعمر دوك ونعمر هذيك البسطيله اللي باقا ليا. المهم كانت عندي واحد الورقه هكا لقيتها مقطعه قسمتها وكنديرها هكا في القاع ديال البسطيله، وكنعمر الحشوه ونحاول انني نقادها. صافي وغادي ناخد بحال هكا كيف ما شفتوا، وغادي ندور هكا على هذا الشكل، غادي ندور البسطيله. صافي نهز في يديا ونبدا هكا ندير شويه الدقيق ونبدا هكا نتني. صافي بهذا الشكل. كنتمنى ان هذا كيف ما قلت لكم الفيديو يعجبكم، وانتم معايا انا نعاود معكم حيطه واحده اخرى. صافي كيف ما قلت لكم كنعاونوا بالدقيق. صافي غنهز الورقه ونعاود حيطه اخرى. كيف ما قلت لكم من الاحسن تكون ملسه هكا على برا. صافي ناخذ واحد الطريف ديال الورقه نديرو هكا في القاع ديال البسطيله
ندير الحشوة، ندير طريفة ديال الحوت، طريفة ديال لادنت، صافي ونبدا نجمعها. المهم راه كتجي هكا هاد البصيطلات كيجو زوينين، وكنتمنى انكم تجربوهم. وكيف ما قلت لكم اللي ما عنده سيبيا يدير واحد الحكايه ديال الطونين السمبي، راه ما كتقطع ما حتى شي حاجه، ضروري ما نعاونو هكا بالدقيق ونبقى هكا نجمع فيها، نجمع ونكرز يعني حتى نسال الكميه كامله اللي عندي. نعاود معاكم واحدة أخرى، ناخد طريف ديال الورقة، ندير الحشوة ونحاول أنني نبرك عليها باش تشد ليا هكا الفورمة ديال هذاك الليمون. يلا البنات أنا غادي نكمل الكمية كاملة اللي عندي. المهم هاد الطريف من هنا كتقطع، ولكن غادي نرجع عليه الورقة، هذيك الورقة باش وغادي يتجمع. ماشي مشكلة البنات، هذاك الطريف. يلا البنات خليت لكم الراحة، و المهم انا غادي نكمل وحتى نسالي ونرجع معكم باش نوريكم طريقة الاحتفاظ بالسطيلة، ونوريكم كيفاش يعني كيفاش جات. ما غاديش نطيبهم اليوم يعني، حتى نطيبهم ان شاء الله ونشاركهم معكم ضروري. المهم بنات كيف ما كتشوفوا، من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي غادي ندوز باش غادي ناخد هاد، وغادي ندير فيه الوريقه ديالي، ندير فيه البسطيله ديالي. شتو هادي بالنسبه لهاديك اللي درت بحال الوريضه، وهذه الباقه حتى هي غادي نديرها نفس الطريقه. المهم انا رصيت كلشي وخليت هكا واحد جوجات، غادي نصايب معاكم. المهم انا ما حطيتش حاجه في فريغو بيتزا حتى الغدا ان شاء الله، غدا ونشاركها معاكم. البيتزا اللي كتصيفط هذيك صيفطها ماما، صافي غير كان جاب مدار هكا سيبيو، وانا نقول غادي نديرها بسيطلات صافي. اللوحه في الكونجيلاتور ملي غادي نكون ايان هكا وانا مقادره ندير حتى شي حاجه غادي نجبدها. انا ما فقط الدم راه كيقضي ليا الصيام. انا نحط هاد البلاستيكه ما يمرض، بحال دابا هادو اللي درت على شكل ورايتا غادي نديرهم هنا. مدرتش بزاف هنا، درت شي خمسة شحال هادو، خمسة درت غير شي خمسة، مدرتش منهم بزاف. صافي هادشي اللي درت، صافي اللفة درتو غير بسيطلات غير هني، غادي نجمعهم هنا. ومن نبغو هاكا نطيبوهم غادي هاكا من الكونجيلاتور للفران،
ما نخلوهمش حتى يتبخر، لان الا تبخروا غادي تقطع لينا الورق وما تبقاش زوينه. المهم كتجي زوينه وخا فيها لاداند، المهم خلطه فيها لاداند فيها سيبيا راه كتجي زوينه البنات. كتجي بحال نسمة الحوت، خاصها الشامبينيو ما درتوش حيتاش ما كيعجبنيش. ماما حتى ما ينفرط هكا شويه، راكم عارفين كيف ما قلت لكم هذا راه ينرجليا ما تقدرش تبقى واقفه فاتحه رجليا، ما تقدرش هكا تبقى واقفه. اي ما بتحل ما تبقاش تقدر هكا واقفه بزاف كوزينه. صافي كيفما قلت لكم غادي نلوحهم في كونجيراتور حتى كن حتى كن كيفما قلت لكم تكون عيانه ونجبدها. صافي هادشي اللي كاين، هذا هو الروتين تاع نهار اليوم. كنتمنى انا يكون الاعجاب ديالكم ويعجبكم الصراحه هاد البساطات كيجيو زوينين. والا يعني ما كانتش سيبيا ديروا نفس الطريقه وديروا هكا، ديروا العدد وفي بلاصه سيبيا ديروا واحد الحكايه تاع الفول غير باش يعطيكم هذيك النسمه ديال الحوت وصافي. يلا البنات هنا غادي نسالي الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. شوفوا الضيمه بغات تحل ليا كنتمنى ان الفيديو يعجبكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم. والله يدخل عليكم يا ربي، يدخل علينا وعليكم ان شاء الله الشهر المبارك بالصحه والعفو يا ربي وبالرزق، ويرفع علينا الله هذا الوباء والله يحفظ الجميع. هنا غيسالي الفيديو، كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم. والسلام عليكم، خليت لكم راحه ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو.